السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم على التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر ومنتخب الجزائر في المواجهة المرتقبة غدا إن شاء الله اللي هتكون أهم مواجهة في البطولة حتى الآن. لكن قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل، يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وتعمل إعجاب لو الفيديو عجبك. بداية طبعا خليني أقول لكم إن اللقاء هيكون الساعة 9 بتوقيت مصر والساعة 8 بتوقيت الجزائر. هي مباراة مرتقبة ومباراة منتظرة من كل الجوانب وكل الشعوب العربية وحتى الإفريقية اللي بتشاهد وبتتابع البطولة. طبعا خليني اقول لكم ايضا ان جميع التذاكر مباراه الجزائر ومصر هي خلاص كل التذاكر نفذت، الملعب تقريبا هيبقى ممتلئ عن اخره. ان شاء الله نتمنى قبل اي شيء المباراه تطلع بالروح الرياضيه المطلوبه وتطلع بالاخوه والمحبه ما بين المنتخبين، لانها في النهايه بطوله وديه، يعني احنا بنتنافس وهي في الاخر بطوله وديه. حتى لو كانت بطوله رسميه لابد اننا نطلع اخوات وحبايب بعد المباراه. طيب خليني في البدايه اقول لكم التشكيل المتوقع بالنسبه للمنتخب المصري. يعني في البداية أقول لكم طريقة اللعب، يعني 4-2-3-1 هي طريقة لعب كروش. شفناها المباراة اللي فاتت بيلعب ضغط عالي وبيلعب انتشار لاعبين جيد جدا. تقريبا المباراة الأخيرة اللي لعبها كروش أداء يشبه أداء المنتخب الجزائري، لذلك هي هتكون مواجهة قوية جدا. يعني الشناوي في حراسة المرمى قدامه أحمد فتوح والونش وحجازي وأكرم توفيق، يعني في مفاضلة ما بين أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد، لكن بنسبة كبيرة اللي هيلعب أكرم توفيق لان دوره الدفاعي افضل من عمر كمال عبد الواحد، وعمر كمال عبد الواحد طبعا هجوميا اقوى بكتير من اكرم توفيق. لكن في حذر وتخوف شويه من كيروش، لذلك يلعب اكرم توفيق عشان يسد الدور الدفاعي، لانه طبعا هيبقى في مواجهه تقريبا يوسف البليلي. لذلك طبعا محتاجين، يعني على مستوى المنتخب المصري محتاجين لاعب دفاعي قوي في هذه المنطقه. يعني امامهم هيكون ايمن اشرف والسوليه، طبعا حمدي فتحي جاهز، لكن بنسبة كبيرة أيضا اللي هيلعب أيمن أشرف إلى جانب السولية، وأمامهم هيكون أحمد رفعت وبنسبة كبيرة حسين فيصل ومصطفى فتحي، وطبعا في المقدمة أيضا ربما يلعب محمد شريف. طبعا حتى الآن إحنا مش عارفين مين اللي يلعب في مركز المهاجم، هل مروان حمدي أو محمد شريف، لكن آخر الأنباء وآخر التوقعات جميعها بتشير إن محمد شريف هو اللي يلعب هذا اللقاء. وزيزو طبعا هيكون جاهز هو وحمدي فتحي، لكن هيبقوا موجودين على مقاعد البدلاء وممكن نشوف مفاجآت. لكن زي ما قلت لكم الشناوي فتوح الونش حجازي واكرم توفيق، وهم ايمن اشرف والسوليه واحمد رفعت ومصطفى فتحي وحسين فيصل ومحمد شريف. ده بالنسبه لمنتخب مصر. بالنسبه لمنتخب الجزائر في حراسه المرمى هيكون رئيس الملحي، وامامه بن عياده وعبد القادر بدران وطهرات والياس شتي، وامامهم طبعا بن دبكه وزكريا دراوي اللي عوض طبعا غياب مريزيج اللي اخد طرد في المباراه اللي فاتت، وامامهم هيكون امير سعيود وبليلي وبغداد ونجاح. يعني ايضا هي طريقه لعب المنتخب الجزائري بيلعب احيانا 4-2-3-1 واحيانا 4-3-3، بتختلف من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، لكن التشكيل ما فيهوش تغيير كتير. يعني امير سعيود هيشارك على حساب اللاعب هلال السوداني، وطبعا زكريا دراوي هيعوض غياب مريزيك زي ما قلت لكم. هي دي التشكيله المتوقعه بالنسبه للمنتخب الجزائري وايضا المنتخب المصري. طبعا نتمنى نشوف اداء كبير ونتمنى نشوف اداء محترم يعني من الفريقين وروح رياضيه كبيره ما بين الفريقين ان شاء الله. وان شاء الله انتظرونا غدا بعد المباراه، هيبقى معانا مجموعه كبيره من الاخوه في شمال افريقيا للحديث عن هذا اللقاء الهام جدا بعد لقاء بكره ان شاء الله. طبعا انا بشكركم.